وقعت وزارة التربية والتعليم عقود شراكة مع إحدى الشركات العالمية لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية، ده طبعا باللغة العربية، واللي هيمكن العالم من الاستفادة من الأبحاث والدراسات اللي بتتم في مصر، وكمان هيرفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا. جديدة تحدث تطوراً ملحوظاً في المجال العلمي، تم إطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية، مما يوفر الوصول للمعلومات من خلال الدوريات المنشورة باللغة العربية، والذي سيجعل الوصول إلى المحتوى العلمي باللغة العربية أكثر سهولة، ويربطه بأكثر من مليار من الاستشهادات المرجعية على مستوى العالم. الفهرس ده وظيفته أن البحث العلمي اللي كتب باللغة العربية، مش بس في مصر، في أي دولة بتتكلم عربي، العالم كله ما كانش بيشوفه، لأن محركات البحث بتاعت البحوث العلمية دي بتقرأ اللغات اللاتينية بس. لما بنعمل الفهرس ده بالتعاون مع الشركة اللي عاملة المحرك ده، اللي هو الأوحد في العالم، اسمه Web of Science أو شبكة العلوم، معناه أن البحث بتاعنا العربي ده كل بحث اتعمل هيترجم المقدمة بتاعته وعنوانه ويدخل في الفهرس، يقوم لما واحد يدور عليه في كندا، في أستراليا، في بتاع بالإنجليزي هيلاقيه. اللي بنطلقه في سبتمبر الجاي، والحقيقة بنشتغل 24 ساعة في اليوم، إن إحنا بنغير نظام التعليم نفسه، نظام التعليم المصري، بنعيد بناؤه من أول المناهج لطرق التقييم لشكل المعلم لإيه اللي بيحصل فصل، حتى شكل الكراسي فصل، كل حاجة فلسفته. فده النظام الجديد هنطبقه من أول السلم، من رياض الأطفال وأولى ابتدائي، بينطبق على كل المدارس اللي بتدي شهادة مصرية. مشروع عظيم جدا جدا، يعني الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا انطلاق هذا المشروع، ان يكون فهرس عربي وعلى الخريطة الدولية ومن خلال بنك المعرفة، انجاز كبير جدا لمصر وانجاز للوطن العربي ككل. الحقيقة بالنسبة احنا طبعا، يعني الدكتور طارق وضح وصرح ان هيبقى في نشاط طبعا مع وزارة الثقافة، ده اكيد، واختيار اصول الثقافة ده شيء عظيم جدا، لان كل هذه المعلومات انها توصل مع خطتنا طبعا اللي احنا حاطينها لتطوير اصول الثقافة وكل الحركة اللي بيتم، اعتقد ان ده هيبقى له مردود مهم جدا في المجتمع. اشاد عدد من نواب البرلمان والمتخصصين بهذا الفهرس الجديد، مؤكدين ان مثل هذه الخطوات تضع مصر على رأس قائمة الدول المتقدمة في مجالي التعليم والبحث العلمي، ومن المقرر إطلاق الفهرس في عام 2020 كجزء من رؤية مصر 2030. في رأيي أنها محاولة لاقتحام العصر، العزلة اللي احنا عايشين فيها اللي عاملة باريرز بيننا وبين العالم يجب أن تسقط. مش ممكن أبدا نبقى عمالين بندرس في جدول الضرب والعالم بيتكلم في الأدفانسد انفورميشن تكنولوجي، الدنيا اتغيرت. ميزة الوزير طارق شوقي أنا في رأيي أنه بيعمل ثورة حقيقية في نظم التعليم. الآن الأوان أن يبقى للغة العربية مكان في العالم كله، لأن اللغة العربية لغة أثرية، لغة قوية جدا، حتى معانيها ومفرداتها قوية ومتعددة أكثر من أي لغة أخرى، وبالتالي يجب أن يكون لينا كرسي داخل العالم كله. بيقول ان مصر فيها ابحاث كثيره جدا. الابحاث المصريه لازم ينشروها باللغه الاجنبيه، ولازم تنشر على مستوى العالم في مجلات، في المجلات العلميه العالميه. فهنا معناها انه اول فهرس عربي دولي، يبقى معناها انه من حق الباحثين المصريين ان هم ينشروا ابحاثهم باللغه العربيه، وهتبقى على مستوى العالم. فهرس عربي دولي يرفع تصنيف جامعاتنا عالميا، وسينقلنا الى الاهتمام باقتصاد المعرفه. هويدا يحيى، MBC مصر.